بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فريق الهزيل مننا بنتكلم على ماركاتو الافريقي التونسي، فالف مليون مبروك التعاقد مع مدافع الاولمبي الباجي ياسين بوعبيد. نعم فريق الهزيل، بعد ما كنا بنتكلم على دبل حمزه بتاع الملعب التونسي، حمزه الخضراوي وحمزه تاني، لمؤاخذه يعني الافريقي قرر ان هو يروح ناحيه الاولمبي الباجي. معلش يا اولمبي الباجي، انت عندك مدافع كويس وبيلعب باك يمين، هات حلو ده مساك وممكن نلعبه باك، اهلا وسهلا بيه. تعالى يا ياسين يا ولدي، تعالى يا ولدي، تعالى مكانك في الافريقي محجوز. وبصراحه اي مساك محترم هيجي الافريقي هيلعب. خلينا نكون منطقيين، الافريقي اصلا كان عنده مشكله في المساك بتاعه او المساك المحترف بتاعه. مش عارف، كان عندي مشكله مع المساك اللي هو توفيق الشريفي. انا كان عندي ازمه مع توفيق الشريفي، كنت حاسس ان الراجل ده خرب بيوت بالنسبه للافريقي، والراجل فعلا خرب بيت الافريقي في الماتشات الاخيره في الدوري. فالفريق محتاج مساكين، هو الفريق محتاج مساكين. وجود ياسين بوعبيد ممكن يدي اضافه بالنسبه للافريقي، ممكن يدي اضافه للافريقي بالنسبه للاعب لسه سنه صغير، يعني بالنسبه للاعب لسه عنده 26 سنه. يعني بالنسبه لياسين بوعبيد الراجل لسه عنده 26 سنه او 25 سنه كمان. تم التعاقد معاه لحد 2026. مدافع محوري، بيلعب ظهير ايمن، بيلعب بالقدم اليمنى، لعب في اتحاد تطاوين، بعد كده لعب للصفاقسي، بعد كده لعب للاولمبي الباجي، شارك في 23 مباراه، حصل على 4 اوراق صفراء. يعني انت بتتكلم على مدافع بيحب يلعب بدماغه اكتر ما بيحب يلعب بجسمه، وبيحب ان هو يضرب كتير. فاعتقد ان هي صفقه ممكن تكون ناجحه بالنسبه للافريقي. نتمنى ان الولد ينجح، نتمنى ان هو يقدم الاضافه بالنسبه للافريقي. خلاص ليك، احنا موجودين معاك في المركات في تونس عشان شكله كده في حوارات اكتر من اللي موجوده عندنا في مصر.